أخبار ارتباط راديمير فالكاو نجم موناكو إلى ريال مدريد صنعت الحدث خلال الأيام الماضية بسبب الغموض الذي يلف القضية، والذي تواصل يوم الاثنين بتصريح من النمر الكولومبي قال فيه إنه يجهل حقيقة اهتمام النادي الملكي بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. فالكاو كشف في مقابلة مع صحيفة آسا الإسبانية أنه لا يفكر في الانتقال إلى أي ناد، وأن كل تركيزه منصب على فريقه موناكو المقبل على تحديات جديدة مع اقتراب بداية الموسم الجديد. إدارة فلورنتينو بيريز عبرت عن رغبتها الكبيرة في الاستفادة من خدمات فالكاو ولو على سبيل الإعارة من أجل تعزيز هجوم الريال. للتذكير، فإن مهاجم أتلتيكو مدريد السابق عاد للمشاركة مع فريقه خلال الأسبوع الحالي مسجلا هدفا يوم الأحد أمام أرسنال الإنجليزي عقب الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة.